كل ما اصور عند الصياده اقول لكم عرض النزاهه والاصحاب الذوق الرفيع وبس. النهارده الصياد جايب لكم حاويه مستورده لوكسيات بسعر الشعبي. عندنا النهارده مقاسات تلبس من لارج لحد 6 و7 اكس يا جماعه. الشغل النهارده كله شغل لوكسيات، شغل الخامه تيك توك، شغل الحراير، الشغل الدبل كلوش، وحدث ولا حرج بقى على دريسات الستان اللي هتشوفوها في اخر الفيديو. الدبل كلوش حاجه كده فخامه بنص الثمن، هتاخدوها بسعر الدريسات التصفيات اللي موجوده في المكاتب العاديه. عامل لنا النهارده ملاحف هتلاقوها على الاونلاين ب 1500 وب 1700 نازله معانا نص الثمن حرفيا. النهارده هيكون معانا مقاسات تلبس لحد 6 و7 اكس. العنوان بالتفصيل ببقى سايبه لكم في اخر الفيديو متصور، والارقام على الشاشه للشحن والتواصل. وبمناسبه الشحن كمان النهارده الناس اللي بتشتكي ان الشحن عنده للجمله 12 قطعه و6 قطع، خليت لكم عرض الشحن النهارده من اول 3 قطع لكل متابعين قناه يوميات مكه. بس ما تزعلونيش بقى وتعملوا لي لايك حلو من ايديكم الحلوين كده، لان انتوا بتنسوا لايك على طول، لايك وشير وعلى بركة الله نبدأ الجولة وعروضنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. عمرو الصياد على طول عروض. انا اقول لكم بقى الحمد لله على السلامه. تمام. عامل لكم النهارده عرض من الاخر، من الاخر فوق العظمه بشويه. تمام. الصياد طبعا انتوا عارفين بينزل لكم بالجديد. انا مش لازم اقعد اقول لك ب 100 وب 150 وب 120 وفي الاخر تيجي اقول لك اصل ده خلص وده خلص وده خلص وعندي ب 500 و600. لا انا تمام. هو اللي هتيجوا تلاقوه بالمصداقيه. تمام. طبعا دي معروفه عندنا من زمان. ولا وبنعرض شغل براندات بسعر النص لوكس والشعبي. براندات. تمام. بص كده مش موجود في السوق. حلو قوي. كل دي براندات. براند. تمام. تيك توك الجديده، الخامه الجديده تيك توك فظيعه. جايب لك خامه من تمام من ذكورون. تمام. بصوا الجمال بالطرحه بتاعتها حلو قوي. من اكس ل 4 اكس لحد 4 اكس. والسعر كام؟ كام النهارده؟ انا عايزك انت تقولي السعر. لا قول انت. والله انا ما عرفت اسعار لسه، انا جيت تصوير على طول. ب 450. ب 400. دي ليه حته تيك توك يا جماعه؟ الخامه تيك توك ب 450 جنيه. هتقول لي بقى ده مش سعر الخامه، ده الصناعي اللي عملها خد فيها 450 جنيه. تمام. ب 450 جنيه لحد 4 اكس. اه احنا نظرا بقى ايه لغلاء الاسعار. تمام. وجشع التجار. وجشع التجار وسعر الدرار. تمام. هنبيعلكم ب 450 جنيه. ب 450 حلو قوي والله، تحفه لحد 4 اكس. بس على التفاصيل كده. بص بص الديل من هنا. انا بس ايه ببعد اجيب لكم العبايه كلها. بصوا الجمال حلو قوي يا جماعه والله العظيم. والكم كمان الشغل بتاعها فخامه. التيكت ده 15 جنيه لوحده. اه 15 جنيه ده البراند بتاعها. كام بقى؟ كل ده النهارده على 450 جنيه. لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. التطريز بتاعها هو اللي بيختلف، فضي وذهبي. والذهبي. تمام. على 450. ب 450. الشحن من قد ايه يا عمر؟ الاكس 4 اكس. الشحن احنا ما كناش بنشحن غير ايه يعني؟ جمله. ليه؟ اه دلوقتي من 3 قطع. نشحن من 3. حلو قوي. كنت لسه هكلمك في الشحن لان في ناس قاعده يقول لي 6 كتير يا مكه. احنا في ناس كتير كلمتنا في الشحن. اه تمام. من 3 قطع. من اول 3 قطع. تمام. تسلم ايدك. معانا ايه تاني؟ بصي الحلاوه. ده انتوا بصوا الفخامه. بصوا الشياكه. ده عرض 450. 450 جنيه. والله العظيم فخامه. دي حريه يا جماعه. انا عايز اقرب لكم بس من التفاصيل. بصوا الشغل. الشغل بتاع براند تحفه. خامتها ايه يا عمرو قول لي؟ من اكس ل 4 اكس. تمام. وب 450. الخامه حرير ولا ايه؟ لا ده مش حرير. امال ده ايه؟ ده المغسول. المغسول. شكله تحفه. انا شايفه فيها تجزيعه. ودي النهارده معانا على 450 جنيه لحد 4 اكس. والطرحه بصوا الشغل اللوكس يا جماعه بيتكلم عن نفسه. حلو قوي زي تحفه. ربنا يبارك فيك يا عمرو. دي النهارده معانا على 170 جنيه. الله. الذهبي والفضي بصوا على 450 جنيه لحد 4 اكس. والله حته قمر، حته قمر تحفه. ده قطن حرير كده او شريطه ستان حرير تحفه. ب 450. ب 450. ب 450 لحد 4 اكس. ب 450. تسلم ايدك. هقول لك دي خلصت ولا دي ما جاتش منها ولا دي ايه؟ احنا شغالين في كميات مش قطع. احنا يا باشا كميات مش بتوع. الله الله الله. استنى لي بقى. بص بقى الحلاوه. بعشق انا الملاحف. بصوا الجمال. دي النهارده ب 450 جنيه ملحفه قمر. والخامه قول لي مغسوله برضو؟ ده شيفون. شيفون. تمام. اه قربي بس كده عليا كده معلش. 450. ده كتير. اه ده حلو قوي. لا والحته اللي تحت مورده كده شكلها قمر. حلو قوي دي على 450. بصي. الله حلو قوي قوي. شكلها تحفه على 450 جنيه. يا بلاش النهارده تلبس اي مقاس على 450. حلو قوي يا عمرو على فكره. تسلم ايدك على 450. الترند. قالوا الترند. الترندات عندنا ومحدش قدنا. قالوا انتهى. اه بس دي الاصليه بقى. الله حلوه. 450 جنيه. بص بصوا البراند بتاعها حلو قوي.
على 450 جنيه. الخامة يا عمرو بقى 50، الخامة كريب كريب سعودي. كريب سعودي على 450. الخامة التقيلة امسكي كده مكة عشان انت ده كريب جميلة حلو قوي، مش سوفت ولا رويال، دي كريب جميلة على 450. والناس بقى اللي عايزة فوق ال 120 كيلو تلبيس شغالة معاكم، حلو قوي على 450. الحتة براند يعني، بصوا الكم من هنا عامل ازاي، عايزة اوريكم بس، بصوا الشياكة حلو قوي دي على 450 جنيه. دي الحتة الأصلي يا جماعة، وفي منها العباية، العباية تمام. ودي العباية، العباية لحد 4 اكس، لحد 4 اكس، بصوا الجمال والحلاوة. وب 450 كل ده معانا على 450 جنيه، حلو قوي دي على 450. تسلم ايدك. العروض دي كلها لكل متابعين مكة يا جماعة، العنوان تمام. انا جايب لك حاجة، ده بقى عرض تاني تمام، ده عرض 490، احنا ما طلعناش بعيد قوي، ده 490 جنيه السنة بس صغيرة تمام. واللي قدامكم دي كانت ب 450، ركزوا دي ب 490 حلوة دي، 490 جنيه حلوة قوي. كريشة في حرير، كريشة في حرير، كريشة تمام، الأسود حرير والمقلق والنقشة دي كريشة. بصي حلوة قوي دي، بصي الحلاوة، الأربعة إكس برضو يا عم، بصي الدرجة دي حلوة جدا، كل ده على 490 بس، حتة فخامة والله ب 490 جنيه، 490 لحد 4 إكس يا جماعة تمام. خدوا سكرين على أي موديل. الشغل اللي جاي ده عشان ده الشغل ده جاي ده في حتة تانية، ده بقى في واو. واو استناني بس، ده بقى استنى. المستورد بقى باشا، ورينا افرد لنا المستورد كده. ده المستورد، ده المستورد، بصوا كده، بصوا الجمال، ده المستورد، وريني الكم معلش تاني يا عمرو كده، ده المستورد التاني، بصوا كده، بصوا المستورد التاني وتالت ورابع والخامة تيك توك الجديدة، حلو قوي قوي قوي. مش جايب لك حاجة بقى لها 20 سنة بقول لك، مش جايبين شغل قديم بنعرضه، لسه جديدة، لا الخامة تثبت لك تيك توك الجديدة، حتة خامة لسه نازلة في 2024 تمام، أكيد أنا مش هجيبها من 2020 تمام. تسلم إيدك. وبكام؟ جاي من العالم الآخر. كام النهاردة؟ قول لي 490، 490 بس الحتة دي فخامة، بصوا كده استنالي، بصوا كده على 490 جنيه، حتة فخامة خامة تيك توك لحد 4 اكس. العرض ده عند الصياد يا جماعة، بصوا عرض النزاهة، كل ما نزل فيديو للصياد اقول لكم ده عرض النزاهة. بص بص الجمال، بص الحلويات حلو قوي قوي. دي الخامة المقلمة ابو 900 وابو 1000، النهاردة بكام؟ قول يا عم 490 جنيه، 490 جنيه حتة قمر والله العظيم قمر، ولحد 4 اكس برضه يا عم، لحد 4 اكس على 490 جنيه، حتة شياكة، شياكة على 490 حلو قوي لحد 4 اكس. جبت لك الدلنا والكمين وايه بكام؟ ب 490 لحد 4 اكس يا جماعة. طب احنا انتهينا؟ لا 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 لسه بدري، بصي الجمال، احنا لسه بنبدا، استنوا لي بس انا باجي بس اوريكم الكم عامل ازاي يا جماعة، حتة كده تحف تحف. بكام؟ بكام النهارده؟ بصوا كمان 490 جنيه، بصوا الطرحه حلو قوي، ودي برده لحد 4 اكس، لحد 4 اكس على 490 جنيه، 490 جنيه حلوه دي برده تمام. واو استنى لي مجيله، وريني الكم يا عمرو، خدوا سكرين بالله عليكم، بصوا بصوا الجمال، انا جاي ابهركم النهارده، بصوا وجاي النهارده ايه يدلعكم والله العظيم، النهارده ابهركم. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده والطرحه بتاعتها؟ بيقعد يقول لك ده مستورده، بصوا ده المستورد، بصوا الجمال، جايب لك المستورد وب 1000 جنيه النهارده بكام؟ 490 جنيه، 490 جنيه انت بتقول عليه مستورد، حته فخامه هي يا جماعه على 490 جنيه، 490 جنيه حلوه دي ب 490 جنيه، مقاسات لحد 4 اكس، لحد 4 اكس موجوده على 490، كريشه تمام، خامه كريشه، كريشه تمام، وتيك توك، كريشه وتيك توك على 490، على كام؟ تمام، ده ذهبي وده السيلفر بتاعها، الاكسيدين اللي هو عامل زي الفوميه ده يا جماعه، اللون الاسود في ابيض، وبطرحته كمان، وبطرحته حلو قوي. وبكام؟ كل ده ب 490 جنيه النهارده يا جماعه لحد 4 اكس تمام، ب 490، تسلم ايدك. بص اللي جاي، واو استنى لي بس، استنى بكام؟ مقرب لهم بس يتفرجوا، بصوا بصوا الجمال، ب 490 كل ده النهارده معانا على 490 جنيه، حرير لحد 4 اكس، بصوا الطرحه بتاعتها عامله ازاي، بطرحتها كل ده النهارده معانا على 450، ب 490 سوري بنزل لك 40 جنيه، 490 ده كام يا ماما؟ الله يخليك تسلم، وده لون تاني اهو، الاكسيديه اهو بتاعها حلو قوي على 490، لو انت مقربه لهم تمام، باينين تمام، وادي الكريشه، وادي الكريشه خامتين لسه، وده 2024 تمام، وده كله ب 490 جنيه لحد 4 اكس حلوه دي تمام. كل قال لك ايه، هو كله اسود؟ لا عندنا الالوان، في منهم الوان، واو استنالي توك كمان، ايه الجمال ده، بص الفخامه الحته، استنالي كده بعين، بصوا الجمال، انا عايزاكم بس تلحقوا تشوفوا الخامه، بصوا الجمال، بصوا الفخامه، الحته تتحدث عن نفسها، بصوا شكلها شياكه،
شياكه وطرحته برضه. لا وعاملين ميتشن الوان مع الطرحه حلو قوي. لا برضه بطرحتها كله بطرحته. وبكام النهارده؟ ب 490. 490 جنيه. استنى لي اخد انا سكرين. كل ده معانا النهارده على 490 جنيه. الخامه تيك توك والحرير لحد 4 اكس. ودي عروض الصياد كل فين وفين على ما نعمل لكم عرض جبار زي ده. بص اللي جاي. بص 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 الجمال حلو قوي. رأي الست ام كلثوم. بص شغل فخامه. كام؟ 490 برضه. 490 كل ده 490. شغل عرايس قمر على 490. بتقول لك هو مفيش الا الالوان اللي انت عارضها. لا يا باشا ده كل موديل فيه منه 10 الوان. 10 الوان بمقاساتهم يا عمرو. في منه 10 الوان. نفس التطريزه اللي بتبقى بره على الكم هي اللي بتلاقيها موجوده على الطرحه على 490. 4 اكس ب 490. حلو قوي الحته دي. تمام. بص الله. استنى لنا بس كده يا عمرو. استنى بس عشان ناخد ايه سكرين على ايه الجمال. الثانوان يا عمرو معانا. ايه الجمال والشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ الفخامه دي كلها يا جماعه ب 490 جنيه لحد 4 اكس. وشحن كل المحافظات من 3 قطع والبيع هنا من اول قطعه. حلوه دي على 490. 490 جنيه قمر والله بتروح. تمام. وبكام؟ ب 490. 490 جنيه. تسلم ايدك. تمام. كل دي خامات تيك توك وخامات كوريشه موجوده. والله ببلاش. الله الله. والله ببلاش. والنبي انت مدلعهم يا عمرو الفيديو. بص الجمال. بص ايه الفخامه دي. بص بص الحلويات ب 490 جنيه. كل ده على 490 جنيه. 490 لحد كام اكس ب 490؟ 4 اكس لحد 4 اكس. دي سي واي ولا كتين؟ ب 490. ده نفس الخامه المغسوله. مغسوله صح كده؟ تمام على 490. بس انا شايفاها مجزعه. تسلم ايدك على 490. بص اللي جاي. بسم الله. واو بسم الله ما شاء الله. على 490 برضه. 490 جنيه. حته حلوه قوي قوي. جايب لك براندات لحد 4 اكس برضه. شغل شعبي وبقول لك ده ب 100 جنيه وب 150 جنيه. تمام. مفيش اكتر منه. كل ده ب 490. شغل السوبر لوكس. اه والله تحفه. والله سوبر لوكس. حلو قوي قوي. ثاني مش موجود. تمام. ب 490 جنيه. ب 490. تسلم ايدك. الترند. الترندات. بكام؟ قول لي. ب 490 جنيه. ب 490 جنيه قطعتين قمر. الحته اللي تحت ريب مضلعه باستك شداد. تمام. و5 اكس يا عم. دي لحد 5 اكس. لحد 5 اكس. لان في منها التلبسه اللي تحت دي صك. اه نازله على طول من غير استك. لا دي الاصليه يا باشا. حلو قوي دي. التلبسه اللي تحت مجسمه. والكارديجان عليه حرف ذهبي كده. عشان بس ايه اوريهم. سيليكون. من على الكم سيليكون ذهبي. وهو نفسه هنا برده كله ذهبي. ولحد 5 اكس تقدروا تلبسوها مقفوله زي كده. وبالبروج وتقدروا تفتحوها. وكل ده ب 490. 490 جنيه. ب 490 جنيه عند الصياد. تسلم ايدك. تمام. ضايع معاكم النهارده. عرض نزاهه. طب الاسود في اسود. اسود في اسود. نفس الساعه. حرير. حرير. كام؟ ب 490. لحد 5 اكس برضه يا عمرو. لحد 5 اكس. ب 490 جنيه. 490. تسلم ايدك. تمام. لحد 5 اكس. كل ده ب 490. 490. بص الحلويات اللي جايه. ال 5 اكس. لحد 5 اكس. ودي 5 اكس اللي معانا اهي يا جماعه. 5 اكس. تلبس. بصوا كده معانا ب 490 جنيه ال 5 اكس. شغل لوكس. شغل لوكس وشحن محافظات. حلو قوي قوي. وشكلها قمر. ب 490. 490. مصانع يا جماعه. مفيش تطريز. لا عندنا كل حاجه عندنا ما شاء الله. بص كده. تطريز جايب لك تطريز. حلو قوي. بصوا بكام؟ ب 490. شغل دعاء الجنه. دعاء الجنه. الناس اللي تعرف المصانع. كانت بتنزل ب 900 وب 950. النهارده ب 450. ب 490. و90 انا ليه بقول لك 50 على طول؟ عايز انزله. بص ال 40 جنيه دول كل شويه اقول له 50. 490. كام؟ تمام 490. تمام. بألوانها. السيلفر بتاعه. تمام. حلو قوي. و90. تمام. والروز جولد والسيلفر. لحد كام بقى ده؟ دعاء الجنه. لحد كام؟ لحد 6 اكس. ما شاء الله لحد 6 اكس يا جماعه. لحد كام؟ كل ده لحد 6 اكس ب 490 جنيه. لحد 6 اكس. حلوه دي. حته فخامه تطريش شكلها حلو قوي على 490. لحد تسلم كام؟ ايدك ل 6 اكس. تمام. اهو. لحد كام؟ لحد 6. لحد 6. وده؟ حرير. تمام. حرير. حلو قوي. انديل. حرير انديل. اهو. من تحت حلو. لحد 6 اكس. تمام. ب 490 جنيه. ب 490 جنيه لحد 6 اكس. ركزوا معانا في العروض. العنوان بيبقى متصور في نهايه الفيديو والارقام على الشاشه للشحن والتواصل. حلو ده. ده قطعتين. قطعتين. الله. طب بصوا عليها وهي مفتوحه تحفه. قطعتين. حلو قوي من غير حزام. لحد 6 اكس. وب 490 جنيه بس. ب 490 جنيه بس. حلو قوي. الخامه اللي بره ايه؟ بصي الحلاوه. وريني كده. الله ده عامله زي السي بي اتش بس مش سي بي اتش. ده خامه حلوه قوي. قوي عامله زي الكريب برضو. لحد 6 اكس. هي عامله زي الكريب صح. تمام. لحد 6 اكس.
ب 490 490 جنيه لحد 6 اكس. تمام. 6 اكس ب 490 جنيه. الكالونات. الكالون. الكالون. بصوا الجمال. كالونة. تمام شغل الكالون. لحد 5 ولا 4؟ لحد 6. لحد 6 برضه. كام؟ الشغل ده كله بكام؟ ب 400 وتسعين. وتسعين. ودي كوريشة. دي كوريشة. كوريشة خامة محترمة وجديدة. ب 490 جنيه لحد 6 اكس. ب 490. حلوة دي برضه. اه الوان. اه كل حاجة بالوان. بحاول ان انا ايه؟ نختصر معاكم بس الوقت. الموضوع. 490. 490 ومقاسات وحطي تحت مقاسات 6 اكس دي 100 خط. 6 اكس يا جماعة محدش بيعمل العروض دي كلها، كل ده لحد 6 اكس النهاردة. ب 490. ب 490 تمام. تمام. اهو. ايه الجمال ده؟ برضه ال 6 اكس ب 490 جنيه. 490 جنيه. حلو. هي دي حتتين ولا حته واحده يا عم؟ دي قطعه واحده. قطعه واحده بس تبان لكم كانها اتنين. اه لا هي تبان كانها قطعتين. تمام. توينز لازق في بعضه ب 490. 490. حلو العرض. 400. تمام على 490. بكام؟ تعالى لي بالفخامه استنى لنا بقى. بعد السوريين ب 1200 جنيه دي. ب 490 عندنا. ب 490. ايه الجمال ده؟ دي حلوه قوي على 490 لحد 6 اكس يا جماعه. بص الجمال شكلها فخامه ب 490 جنيه. حلوه دي. تمام تسلم ايدك. بصي الشغل النهارده حلو قوي ما شاء الله. عروض من النار. واو استنالي بس افرد كم كده، افرد الكم واستنالي. بص التطريز والجمال. بص الفخامه شغل جلد كمان من على الصدر. حلو قوي. اللي معاها واللي مش معاها هتلبس. تمام الشغل النهارده ما شاء الله عليه. بكام؟ ب 490. ب 490. ودي سوسته للاخر يا عمرو. جايب لك حته لوكس. الله حلو قوي. 490 جنيه. شكلها شيك قوي على فكره. مش حته شعبي. بقول لك دي ب 250 وب 100. تمام. لا احنا ما بنضحكش على الناس. ب 490. مصداقيه ب 490 جنيه. تسلم ايدك. لحد 6 اكس. لحد 6 اكس. حلوه الحته دي. هي كريب ولا ايه؟ ده حرير. 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 بص دي ستان. في حرير. واخده حته ستان من هنا وسوسته للاخر. شكلها حلو قوي. وكل ده. لحد 6 اكس. اه. بكام؟ 490 برضه. بكام؟ قول لي 490؟ 490. 490 انا لسه والله بعرف الاسعار معاك. على 490. تسلم ايدك. كوريشة. واو. افرد لي بقى الحزام ده لاني الحزام مضيع شكل الموديل. كل ده النهارده ب 490. اه. كوريشة برضه يا جماعه شكلها قمر. المقاسات لحد برضه 6؟ لحد 6 اكس. تسلم ايدك. بصوا كده. كل ده لحد 6 اكس ب 490 جنيه. الخامه الكوريشة قمر قمر. حلو قوي دي. تسلم ايدك. تمام جنيه. كل ده ب 490 جنيه. 490 حلو جنيه. قوي. تمام جايب لك موديلات حديثه مش جايب لك موديلات انقرضت. بص الشياكه والخامات تثبت. تمام الخامات. بص الستان في حرير الخامه تثبت. حلو قوي ان ده شغل لسه جديد زيرو. وكل ده ب 490 جنيه. 490 جنيه ل 6 اكس يا جماعه مش المقاس اللي بنعرضه بس. 6 اكس. تمام لحد 6 اكس. 490. 490 كارتيجان ب 400. واو حلو ده. كارتيجان بالبيزك ب 490 جنيه. الخامه ايه؟ 490 جنيه. 490 اللي تحت سي واي. واللي بره كوريشة. دي سي واي يا جماعه. واللي بره دي الله تحفه. ده عارفه عامله زي الشيفون البابل. ب 400 اللي هو التقيل ده. و90. كل ده ب 490 جنيه النهارده. حلوه دي. و90. الوانها برده فيه ولا؟ فرونزا. فرونزا. حلوه دي. حلوه قوي دي. بكام؟ قول لي ب 490. كل ده ب 490 جنيه النهارده. وبرده المقاسات لحد كام؟ لحد 6 اكس. لحد 6 اكس يا جماعه. الخامات الجديده. تمام تسلم ايديك. الشغل ده شغل قديم. ده شغل بقاله الشغل كله سنة. جديد. الخامات كلها جديده وبالاسباب. تسلم ايدك. تمام تمام بالاسباب. بص اللي جاي. طب ده عرض تاني. حلوه دي شكلها تحفه. اقول لك على حاجه قسما بالله شايفها في وسط البلد ب 1400 جنيه. بصوا هتبقى بكام لنا؟ بكام؟ الشياكه الفخامه دي مع بيبقى بكام؟ بصوا هي ب 1400 عندنا احنا بكام؟ انت بكام بطرحتها؟ تمام انا هبيع ب 590. ب 590 جنيه. 500 دي النهارده ب 590 جنيه. لحد كام اكس يا عمرو؟ لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 590 جنيه. 590 لحد 4 اكس. والله حته فخامه شكلها شيك قوي. 590 جنيه. تسلم ايدك. قسما بالله اللون ده بس ولا الوانها؟ ب 1400 جنيه. تمام ب 1000 وبيبقى نفس البراند ده والله يا جماعه. نفس المصنع. اه نفس المصانع. بص اللي جاي. المصنع. احنا هنا بنجيب لكم كسر وحرق اسعار. كام؟ 590. ب 590 جنيه. 500. حلو قوي على 590 جنيه. شغل نص الدنيا. تسلم ايدك. ب 590 على 590. نفس المصنع. تمام. لحد 4 اكس بطرحه. تمام بالطرحه بتاعته. 590. 590 يا جماعه. تسلم ايدك. الكوريشة. الله دي حلوه قوي. ب 590 جنيه.
تمام. بطرحتها بالطرحه بتاعتها يا جماعه ومقاسات لحد 4 اكس. خلي وشالي ياخدوا سكرين على 590. بصوا بسوستتها على 590 جنيه. تسلم ايدك. تمام. لحد 5 اكس ولا لحد كام؟ لحد 4 اكس. لحد 4 500. تمام. ب 590. تسلم ايديك على 590. تعالى لي بقى. ده شغل هاند ميد بقى. على الهاند ميد بقى. قرب لي بس. قرب قرب. النهارده كده. انا جايه استنى لي موريهم حبايبك النهارده. بصوا بصوا الحلويات والفخامه والجمال. بصوا الشياكه الملاحف اللوكسيات بالطرحه بتاعتها. شيفون طبقتين النهارده. لحد كام اكس يا عمرو ولا هي 1 سايز؟ دي بقى 1 سايز. 1 سايز الملاحف بالوانها. بصي بتلبس لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. 4 5 اكس. تمام. بصوا الطرحه واخده برده من نفس التطريزه. تمام. ايه الفخامه دي؟ وتنفع صورها ايه؟ ب 650 جنيه بس. ب 650 افرض لي يا عمرو ياخدوا سكرينات على الحلويات دي. كام بقى؟ بصوا كده ده شغل هاند ميد. القطعتين بكام؟ تمام ب 650 جنيه. 650 جنيه. قطعتين ايه هي قطعتين؟ مش تاخدوا قطعتين من نفس الموديل؟ ركزوا معانا. قطعتين من جوه. تمام. بصوا ب 650. ب 650. تسلم ايدك. الوانها الله الله الله. اللون ده حلو قوي على 650 جنيه. شكلها فخامه. انا عايز اقول لك التطريزه بتاعتها حلوه قوي. بصوا كده استنى لنا يا عمرو. كل ده معانا النهارده على 650 جنيه. سوارات تلبس معانا 4 و5 اكس. خدوا سكرين باي قطعه انتوا عايزينها. موجود منها 10 الوان بطرحتها. معروضه بطرحه. تمام. تسلم ايدك. تمام. كله بطرحه. كله بالطرح بتاعته. حلو قوي. في ايه تاني معانا؟ ب 690 و50. غليت لك ال 40 اللي نقصتهم اهو. بقول لهم 90. ب 650. ركزوا معانا في الاسعار. بصوا الحته الحلوه دي ب 650. دي برضه ب 650. دي حرير. دي حرير. المقاس لحد كام؟ جريد. حلوه حلوه. مقاسات لحد 4 اكس. لحد 4 اكس يا جماعه. شكلها الشياكه ب 650. 650. براندات. بص البراند البراند بتاعه يا جماعه. تسلم ايدك. 650. تمام. في جنبين بقى. في جنبين. حلوه دي برضه. برضه 650. 650. كل ده حرير على 650 يا جماعه. لحد كام؟ 4 اكس. لحد 4 اكس. والاصلي اللي هو لابس 95 كيلو. الاصلي صح؟ بكام؟ دي اللي هي الاصلي بالبراند بتاعها يا جماعه. حرير. 650 جنيه بس. ب 650. بصي. تسلم ايدك. تمام. الجنبين والجنب واحد. بكام؟ كل ده على 650 جنيه. طب حاجه كباسين؟ السيمبل الساده دي يا جماعه هادي قوي. دبل كلوش؟ اللي هي اللي بيقولوا عليها كويتي. بصوا الكلوش قد ايه؟ حلو قوي دي. كباسين وكباسين للاخر. والبراند والبراند بتاعها ماشي. حلو قوي. كام؟ كام النهارده؟ 650 جنيه. برضه ب 650 جنيه. لكام اكس يا عم؟ لحد 4 اكس. ال 4 اكس حرير. تمام. شايفها واخده بالي؟ اه واخده بالي. اه طالعه معانا في قصر اللي فكر. تمام. حلو قوي. وكباسين وكباسين وكباسين. تسلم ايدك. تمام. ب 650. 650 جنيه. لحد 4 اكس. 50 جنيه لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. الله. طب بصوا دي من فوق واخده كسر كده زي ما انتم شايفين. عايزه بس اوريها لكم. 650. بصوا الجمال. كل ده النهارده ب 650 جنيه لحد 4 اكس وشحن محافظات. براندات. الشغل ده كله حرق اسعار برندات. النهارده برندات. كل دي براندات يا جماعه. تسلم ايدك. 650 ل 4 اكس. 650 جنيه لحد 4 اكس. حلوه دي. عارف دي لو طالع منها كمان الوان كانت نزلت معاكم حاجات خروج في الكاجوال. حلو قوي. بصوا دي اللياقه سيليكون من فوق زي السواريه. والكم بتاعنا على واسع. حلو قوي دي برضه. والجنبين سيليكون برضه. الجنبين سيليكون. حلوه دي. والبراند. والبراند بتاعنا. 650 جنيه. دي برضه معانا على 650. لحد 4 اكس. ال 4 اكس ب 650. لحد 4 اكس. وكل ده حرير يا جماعه. كل ده حرير. والحرير هنا حاجه محترمه يعني عشان تبقوا عارفين. 650. 650. الله على اللي جاي. حلوه دي. دي سواريه برضه يا عمرو. بصي بقى. بصوا الجمال. هتدورها لنا بقى. الاسترس واقع. مفيش حاجه من ده كله. لسه وانا بمسكها بلاقي الاسترس بيقع. بصي مفيش الكلام ده. ده شغل لوكس. ده شغل لوكس. ده بقى ده بقى تونيك بنطلون. تونيك بنطلون. اه. بصوا الجمال ده البنطلون. ده بقى تونيك. بصوا لي كده. دي طرحه. ده تونيك بالبنطلون بالطرحه بتاعته. دي طرحه. تمام. ده البنطلون. البنطلون في نفس تمام. ايه؟ الشغل نفس بتاع النار. الطرحه. تمام. وادي التونيك بتاعنا. لف لي وشها عدل يا عمر. كام النهارده دي؟ ده الظهر. ومقاسات من اللارج لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. اسود. تمام. والوان. اسود والوان. بصوا الكم بتاعها يا جماعه. بصوا الكم وجماله مفرغ كده. تمشي سواريهات برضه. والوان. ب 650 جنيه بس. حلوه دي على 650 جنيه. اسود والوان يا جماعه. بصوا التطريز ده قمر.
كل ده معانا على 650. حوالي 7 8 الوان تمام مع الاسود. حلو قوي. بكام؟ 650 جنيه لحد 4 اكس. 650 جنيه لحد 4 اكس. تسلم ايدك، حلوه الحته دي، تمشي سواريها برضه لحد 4 اكس. تمام، تعالى لي بالحلويات. نخش بقى على العرض الجديد. سعر تاني. ها، على العرض الجديد. تمام، شغل جديد. بص بصوا الجمال، موديلات جديده. حلو قوي. وب 750 جنيه بس. ب 750 جنيه لحد كام اكس يا عمر؟ لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 750. كام؟ ب 750 و50. الواننا كلها متاحه يا جماعه على 750 و50. تمام، حلوه دي. كام؟ 750. 750. الحتت فخامه النهارده والله. الموديلات دي جديده، بصوا كده. الله، ده لسه حته لسه نازله. الله تحفه. استنى لي مقرب اوريكم الزراير. انا شفتها على النت. بصوا كده، استنى لي يا عمرو، حته فخامه حلويات شغل جديد وبراندات. وهنبيعه بكام النهارده يا عمرو؟ ب 750 جنيه. 750 جنيه. أربع ألوان منها. بألوانها على 750 أربع جنيه. أربع ألوان منها. أجدد شكل نازل ده. تمام. لحد 4 إكس. 750. على 750 جنيه. 750 جنيه. لحد 4 إكس يا جماعة ب 750. والكريشة. الكريشة. الحلويات. حلو قوي دي. وكارونة في الظهر. تمام. وبطرحتها. حلوة دي. ومقاسات لحد 4 إكس بكام؟ بكام النهاردة؟ 750. 750 برضه. 750 جنيه. حلوه الحته دي على 750. بصي، الله الجمال ده يا عمرو. 750 جنيه دي برضه على 750 جنيه. لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. لحد 4 اكس بالوانها على 750 جنيه، حته فخامه. 750 جنيه. تسلم ايدك على 750. تمام. الحته السعودي دي الله ملحفه. بصوا، من عشاق الملاح برضو نفس السعر. ها، دي مش هتجيبها اقل من 1800 جنيه. اه، عندنا ب 750. عايز اقرب لكم بس تشوفوها. 750 جنيه. استنى لي يا عمرو، بصوا من الصدر عامله ازاي. ترندات الملاح في الترند يا جماعه. عندنا ب 750 جنيه بطرحتها، والشغل ده كله لوكسيات. كسر اسعار، لا حرق اسعار. افرد لي كده الجنب ده يا عمرو كده. بصوا الجمال اهي يا جماعه، على 750 جنيه وشحن كل المحافظات من اول 3 قطع، واللي يجي المكان ياخد بالقطعه. تسلم ايدك، حلو قوي قوي. ده واخده تطريزه كمان مش باينه من الجنب اهي. ده البراند بتاع المصنع. البراند بتاعها. بصوا البراند بتاع المصنع. حلو قوي، تسلم ايدك. تمام. 750 جنيه بس. 750 جنيه. الاسعار دي كل متابعين مكه الارقام بتلاقوها على الشاشه يا جماعه للتواصل. الاسعار دي للحبايب. اه والله الحبايب. الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا دبل كلوش يا جماعه، حلوه دي. وبصوا الكم، استنى لي كده يا عم. بصوا الجمال، بقرب لكم تشوفوا التفاصيل. شيفون من هنا شفاف. الله تحفه، حلو. هي كريشه في حرير؟ هي كريشه كلها. كلها كريشه؟ ده حلوه دي. كام النهارده دي برضه؟ 750 جنيه بس. لحد كام؟ لحد 4 اكس. 750. ب 750. ده هتمشي زي الدرس. فضي وذهبي. حلو قوي. التطريزه اللي بتختلف، الفضي والذهب، على 750. بكام؟ ب 750. البراند يا جماعه، بالبراند بتاعها. تسلم ايدك. على 750. تمام. اه، دي الساده خالص، سيمبل برضو، يا دوبك واخده سنه سيليكون كده من على الكم وقدام. ودي برضو حرير قمر. حرير انديل. ده حرير انديل زي القطرات كده. تمام. ده قطرات. تسلم ايدك. حيطه من اكس ل 4 اكس. تمام. 750. ب 750 برضو. تسلم ايديك. تمام. على 750. الله. 700. الحلويات دي النهارده ب 750 جنيه لحد 4 اكس. شغل، بصوا، براندات مش شعبي يا جماعه. الشغل ده اللي بتلاقوه على الستورز والصفحات الاونلاين بألوفات. النهارده هتاخدوه بنص الثمن. اه والله، بشوف عبايات ساعات ب 3000 وب 4000 و2000 ونص، وببقى مصوراها بالاسعار دي، فمش عارفه ليه. اللي انا لسه موريها لك السعودي دي. ايوه دي ب 1800. ما انا عارفه ان هي ب 1000 وكسور، اللي هي ام 750 برضه. 750 جنيه. عندنا يعني الحاجات هنا النهارده باسعارها حلوه والله بجد. 750. العبايات دي لوكس، الناس اللي بتحب اللوكس، لاننا ساعات بنصور شعبي اسعار اقل. تمام، انا بقول لهم. الناس بقى عماله تقول الدريسات، واحنا عارفين ان انتوا ايه؟ لازم تدونا ايه؟ دريسات بسعر حلو في اخر الموسم. تمام. جايب لك دريسات. عرض دريسات. عرض. تمام. دريسات. ومش جايب لك حاجات قديمه. لا، شغل جديد. شغل جديد. لا لا لا، شغل جديد بصراحه. بنصوره جديد ده كله. لا لا، حلو قوي والله، لسه بصورها. والخامه دي كريشه كمان. لا بس احنا بنصورها اللي هي السوفت دي، شيفون بابل كمان، مش كريشه، شيفون بابل. حلو قوي. اه، في الكاجوال بتبقى رويال، ما بتبقاش كده، بتبقى الخامه خفيفه. ايوه، الخامه الرويال اخف شويه. دي النهارده كام؟ مفاجأة بقى. قول لي. 350 جنيه. إن شاء الله ما حد حوش، استنى لي بس كده معانا. هناخد حاجة قطعتين زي كده ب 350 جنيه.
صح قلت 350 350 مقاس واحد ولا مقاس واحد يا عمرو؟ 50 وان سايز وان سايز تلبس 85 تلبس 85 80 85 ب 350 تمام 350 صح؟ 350 جنيه تسلم ايدك. حاجه تثبت لك ان الشغل مش قديم الموديلات. الموديلات يا جماعه الشغل جايب لك موديلات قديمه جايب تمام اهو شغل 20 24 اهو حلوه والله العظيم كام؟ 350 جنيه تمام اكتر حاجه تثبت لك ان الشغل موحد سعر ولا ايه في الدريس؟ موحد سعر كله 350 350 جنيه حلوه دي قطعتين برضو يا جماعه شكلها قمر اي دريس على 350 برونو كده وعايز اقول لكم دي لوكس في منها الشعبي يعني ده مدي الجبردين خفيف التاني بيبقى سكوبه ده لوكس 350 بصوا الجمال عندي منه تاني على 350 جنيه 350 جنيه تسلم ايدك تمام 350 ب 350 بصوا اللي جايه دي برضو ده قطعتين بالشميز على 350 جنيه ما انا بقول قطعتين بالشميز 350 كله 350 تسلم ايدك تمام 350 حلو قوي تمام بصي بص اللي جاي الله دبل كلوش يا جماعه على 350 بصوا كلوش لسه ما كملش ب 350 جنيه بص على 350 2 متر كلوش بتاعه 2 متر دبل كلوش 350 350 برضه كل الالوان متاحه الوانه كلها موجوده كل الالوان متاحه تسلم ايديك على 350 بص الحته اللي جايه برضه نازل منها حلو قوي دي ب 350 350 جنيه الحته اللي تحت يا جماعه الكوريشه معلش الخامه كوريشه كوريشه يا جماعه واللي فوق دي جايب لك خامه واللي فوق مش ولا حاجه ورقه حلو قوي ولا مؤاخذه معلش انا اسف في الكلمه تلبسيها مثلا تبقى في حاجه باينه لا مفيش تمام دي ب 350 بالخامه بكل حاجه بالموديل حلو قوي الحته دي على 350 350 جنيه تمام شغل جديد ب 350 ده الكارتيشان ده كان نازل ترند اللي هو في البليسيه هو بليسيه من تحت ومن الكم في بليسيه من قدام والكم من هنا ومن على الكم كان نازل ترند برده السنه حلو قوي ده بكام؟ 350 برده 350 جنيه حلوه الحته دي على 350 شكلها شيك جدا في الوان في الوان تمام ب 350 جنيه كله على 350 كله على 350 تمام على 300 بصوا اللي جايه دي برده دي كالونات من كالون كالونه كالونه تمام داير ما يدوب حلوه دي في الوان منها ودي برده 350 350 جنيه الخامه كتان كل وان سايز يا جماعه يلبس 80 85 الله دي كتان مش سكوبه 300 حلوه دي و50 350 300 تمام بكام بصوا بصوا كله 350 النهارده هي كل وان سايز يلبس 80 85 80 85 حلو قوي على 350 350 جنيه تمام بصي الجمال بصي الشياكه الله حلوه دي كل ده على 350 حلو ده بصوا كله ب 350 جنيه استك في الظهر استك ظهر استك في الظهر ولحد الجناب حلو ده على 350 كام ب 350 جنيه تسلم ايدك ب 350 300 تمام و50 تسلم ايديك بصي كمان بص اللي جاي ده برضه الله دبل كلوش استنى لنا ناخد سكرين افرد لنا يا عمرو بصوا الجمال كل ده معانا دبل كلوش والرابطه في الجنب هنا وكل ده معانا النهارده على 350 جنيه شغل لوكس محروق سعره حلوه الحته دي قوي وخامته ايه خامته ايه كتان طب والله العظيم فظيعه الحته دي ما تتسابش ب 350 جنيه دبل كلوش تلبس 80 85 بس شكلها تحفه على 350 جنيه اربع الوان حلوه الحته اللي فاتت دي ما فوتهاش يا جماعه والشداد ده لسه طالع السنه دي لسه جديد بقول لك اكتر حاجه تثبت لك الشغل كله جديد الشغل كله جديد وكله 350 بس الفرق بقى ان انتوا هنا بتاخدوا خامات عاليه خامه عاليه اغلب ده كتانات وقريشه تمام تسلم ايدك ممكن اجيب لك اي حاجه بس انا ما اجيبش اي حاجه تسلم ايدك اجيب لك الحاجه من اليوفا 350 350 تمام بص دي قطعتين حلوه دي قطعتين برضه 350 بيزك بالجاردن ب 350 بصوا بالوانه يا جماعه اهو على 350 و50 تسلم ايدك تمام 350 اهو الترند ده نازل برضه ترند اهو كله نفس السعر 350 جنيه حلوه دي في منها الوان الوانها كلها متاحه كل حاجه في منها تمام الوان دي كلها بليسيه دي كلها بليسيه كلها بليسيه حلوه دي من تحت من فوق من الكم من كل حاجه كلها بليسيه كلها بليسيه 350 برضه منها الوانات حلوه دي 350 جنيه تمام تسلم ايدك على 350 على 350 بس هو عايز يشيل 55
بص حلوه دي، دي تتفتح للاخر على 300، تمشي كارديجان وتمشي معاكوا دريس زرار كلها. اه ب 350 جنيه مشوها كارديجان مشوها دريس بقى حلو قوي على 350. على 300 تمام، بس هي مقاس واحد برضه يا عمرو. مقاس واحد اه اللي هو 80 85. تمام تمام. قال لك الستانات بقى السنه دي كانت عامله قلق. اه الستان والحته دي عايز اقول لك اول مره اصورها. 900 وب 800 والله بجد، استنالي بقى كام النهارده دي؟ وب 900 وب 800 الستان عندنا احنا مفيش الاسعار دي. بصوا الجمال والحلويات كام؟ والله العظيم انا بصي ده هخلي مصر كلها تلبس. قول لي ب 350. ب 350 جنيه ان شاء الله ما حد حوش. والله العظيم تحفه، واخده سيليكون من على الكم وشكلها قمر النهارده على 350 جنيه. السياق جاي يضيع معاك. لون واحد يا عمرو؟ الوان. الوان ب 300. حاجه من الدريسات فيه الوان. تمام تسلم ايدك، كله ب 350. تمام الوان. بكام؟ 350 جنيه. 350 هيقعد. تمام. ب 700 وب 800. حلو ده، ده ستان برضه. ستان. كله ستان. بصوا الجمال. اهو يا جماعه ده كله ستان. على 350 جنيه النهارده. 350 جنيه. حلوه دي. ده ما واخده شويه الاكسسوارات اللي فيها ب 350. حلو قوي والله تحفه. شكلها حلو قوي، واخده كسر من فوق، شكلها شيك وقيمه، يعني الستان بتحسه قيم شويه كده. 50. بص نكمل عرض الستان. حلو كمان. لا دبل كلوش ولا ايه؟ وملحف كمان من ورا. بص والله مدلعكم وحياه ربنا. استنى لي يا عمرو. لا 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 لا. ايه الجمال ده؟ جمال ده ب 350 جنيه ستان. ايه الحلويات دي؟ 50. ايه الحلويات دي يا جماعه؟ والله العظيم شياكه. 350 دبل كلوش ستان قمر. مصر كلها هتلبس دي. تسلم ايدك، الستانات عندنا موحد سعرها برده مع الدرس. واو واو. بص بص كله دبل كلوش. بص حلويات، حلويات ب 350. وعايز اقول مش ملحف ده، واخد ادوار من فوق من هنا عشان يبان معانا. بصي اه ما انا بقول ده طبق طبق ادوار كده. اه دي طبقات. حلو قوي. كل دي طبقات بتبان في اللبس طبعا. اه طبعا تتفرد تبقى شكلها شيك قوي. اه حلو قوي على 350 جنيه ستان. 350 جنيه. كمل لنا العرض. اهم حاجه معلش عارفه اني طولت عليكم، بس العرض النهارده جبار. بصي. واحنا قربنا نخلص فاستحملونا الكام دقيقه دي. بص كده برضو على 350 جنيه. ايه الفخامه دي؟ ايه الفخامه دي؟ حتت شياكه يا جماعه النهارده. عايز اقول لكم دي في اول الموسم كانت 700 و750 ومكاتب ما بتصورهاش، والمكاتب ما بترضاش تصورها عشان غاليه. 350 ولحد دلوقتي. بصوا كده الله. 650. بصوا الحلويات عاملين عليها خصم. خصم 650. بصوا كده دي النهارده معانا على 350 جنيه، الحاجات دي كلها تبان في اللبس وتنفع معاكي سواريه لو عندك فرح واحده صاحبتك، فرح حد قريبك. 50. بصوا الجمال على 350 جنيه، حتت شياكه والله. بكام؟ 350. الله الله. 300. بصوا الحلويات. 50. خليك فارد لنا كده ناخد سكرين. بصوا الجمال ده، كل ده ب 350 جنيه ستان، يمشي سواريه ويمشي خروج شكله قمر على 350 جنيه. الحاجات دي كلها تبان في اللبس. ايه؟ تنفع مرقبين. تنفع منتقبات. اه تنفع لانها واسعه وحلو. اه في منتقبات بيلبسوا كاجوال. اه ب 300 دي ستان برضو ولا عادي دي؟ 50 كله ستان. دي ستان برضو؟ كله ستان ب 350 جنيه. انا اول مره اشوف رسمه ستان كده على 350 بالوانها. 300 حلوه دي. و50 وكلوش ما شاء الله عليه. العرض هينتهي. العرض اول ما هيبتدي هينتهي ان شاء الله باذن الله. كل ده ب 350 جنيه. 350 جنيه. الشغل النهارده عظمه. بص الستانات، الستان وجماله. لا والستان عندك كلوش كلوش يعني ما شاء الله. بصوا حاجه محترمه. اه والله بجد. بص كل ده ب 350 جنيه. لا يعني مش واكلين من الكلوش، مش واكلين من الكلوش شويه. ده النهارده ب 350 جنيه ستان. 300. تسلم ايدك. تمام على 350. على 350 جنيه. حلو قوي. تمام كمل. على 350 جنيه. يا حلوياتك. 350 جنيه. والله يا قمر. والستان مدي لمعه. ايه؟ عارف. اه اه والله. الحاجات دي تحف تحف. 300. يمكن لمعه الستان مش باينه في التصوير قوي، بس هي بجد شكلها شيك قوي. وده زي التاني اللي هو الادوار الطبقات ده برضه 350. 300. تسلم ايدك. تمام. كل ده على 350. 350. ختامها مسك ولا لسه؟ 300. كل ده ب 350. 50. تسلم ايدك. تمام. بكام؟ وكله يلبس 80 85. ده موديل تاني برضه على 350 جنيه. 50. حتت فخامه. 300. تسلم ايدك. 350. طب والحلاوه؟ اه بص بص كل ده ب 350. كل ده ملحف ستان. بص الكلوش على 350. 350. بذمتكم عمركم جبتوا ستان كلوش كده؟ مثلا؟ اه والله العظيم. حلويات. 300. دي مش ستان اكيد. ما تقوليش ستان. كله ستان. بجد؟ اه وريني يا عم. 350. الجمال ده. دي سي بي اتش بقى. دي سي بي اتش مش ستان.
دي سي بي اتش على 350 جنيه. دي سي بي اتش يا جماعه حلو قوي على 350. تسلم ايدك. بصوا الجمال. دي ستان 350. حلوه الحته اللي فاتت السي بي اتش دي. ختامها مثل. معلش انا الله الله الله. بصوا بصوا الجمال. افرد لنا يا عمرو ارفع ايدك كده. بالوانها يا جماعه. بالوانها. تمام على 350. على 350 جنيه وعايز تسلم ايدك كلها تلبس. تعبتك معايا وشكرا جدا على العرض ده. ان شاء الله انتظرونا عشان هعمل لكم عرض في الشتاء ان شاء الله هنكسر بيه مصر. بامر الله. الشتاء. تسلم تسلم. العنوان بالتفصيل هينزل لكم في نهايه الفيديو. هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. احنا واقفين دلوقتي قدام دي العماره اللي فيها مكتب الصياد موجود في الدور الرابع يا جماعه وفي اسانسير كمان في المكان هزوم لكم كمان. العماره دي اسمها مول محمد عبد الحي اول عماره في الموسكي الاول وكمان موجوده في شارع الجيش في الاتجاهين. دي برده موجود ده مكتب الصياد يا جماعه في الدور الرابع زي ما انتم شايفين. البوسترات بتاعتهم كمان على العماره من فوق كده. هنمشي مع بعض وهوصلكم بكل سهوله ان شاء الله. احنا موجودين فيهم اصلا في قلب ميدان العتبه واللي قدامنا ده شارع الجيش يا جماعه في العتبه. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه واسالوا على اول شارع الجيش هو على اول الموسكي الاول اول عماره في دخله الموسكي وهوصلكم كمان لحد هناك. ده الشارع بتاع الموسكي الاول دخلته. فضهرنا ايه بقى عشان توصلوا كمان. بصوا ده جنبنا على اليمين ده كوبري الازهر زي ما انتم شايفين. هتسالوا اي حد على اول شارع الجيش معروف جدا. وفي ظهرنا كمان ده بريموس مشهور جدا ومعروف برده في قلب العتبه. انا بديكم علامات مميزه يا جماعه. هندي ظهرنا على طول لبريموس كده هتلاقوا العماره بتاعه سنتر محمد عبد الحي اللي موجود فيها مكتب الصياد زي ما انتم شايفين. اول عماره في اول الموسكي الاول يعني مش هتحتاجوا تمشوا كتير. تعتبر اول باب عماره على ايدنا الشمال اول ما ندخل. هندخل مع بعض كده واوصلكم. بصوا دي العماره اللي موجود فيها مكتب الصياد. هنكمل ونمشي معاكم زي ما انتم شايفين. مش هنحود لا شمال ولا يمين زي ما انتم شايفين كده. هنكمل ونفضل ماشيين. مش هنمشي كتير مفيش يعني 15 متر 20 متر حاجه بسيطه خالص لانها اول عماره في الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده اول الموسكي الاول. هنكمل ونمشي زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي الدخله بتاعت العماره على الشمال اول باب عماره. دي العبايات تبعهم برده زي ما انتم شايفين كده. بصوا واليافطه كمان موجوده تحت سنتر الصياد العبايات الخليجيه كمان والعبايات الكاجوال. احنا كده هندخل بقى نركب الاسانسير مفيش سلم خالص. هنركب مع بعض كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده هندخل الاسانسير ونضغط على رقم 4. بصوا حبايبي ضغطنا على رقم 4 اول ما هنطلع على طول هنلاقي على طول في وشنا مكتب كده للدخلي شكله جمله كده زي ما انتم شايفين. هنطلع حوالي 3 4 سلمات حاجات بسيطه كده هنلاقي مكتب الصياد على طول في وشنا. احنا عملنا الجوله من المكان من هنا ادانا اسعار حلوه جدا وهدي لكل المتابعين قطاعي سعر جمله. حبيت اصور لكم كمان من فوق ده ميدان العتبه والرصيف اللي في الوسط ده اللي انا صورت لكم منه قبل ما نطلع على طول. انا بحاول اديكم علامات مميزه للمكان اللي عامل لكم عليه زوم. ده رصيف حلاوه مشهور جدا وبريموس زي ما انتم شايفين كده. وكمان هوريكم هنا بصوا هوريكم كمان جراج العتبه. ده جراج العتبه اللي قدامنا ده كمان عملت لكم عليه زوم. وده كوبري الازهر. يا رب تكون الجوله النهارده عجبتكم. المكان سهل وبسيط جدا تعتبر اول عماره على اول الموسكي الاول. تمام انا وصلتكم لحد المكان بكل سهوله يعني توصلوا ازاي وتعرفوا ازاي. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ما اكونش طولت عليكم. ما تنسونيش بقى في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.